اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنتفرج النهارده على شقه اسكان اجتماعي بعد التشطيب، هنشوف معاها احدث ديكورات الجبسون بورد والدهانات، وشوف شطبوا الشقه بشكل حلو قوي. ندخل على الريسبشن، هو عامل كذا اضاءه، هيفتح دلوقتي الاضاءه ما شاء الله. بصوا الوان الكافيهات في الريسبشن، هاتي منظر حلو قوي. اختاروا الالوان بطريقه حلوه وجميله. الحيطه اللي اتعملت قطيفه، طبعا شقق الاسكان الاجتماعي 90 متر، هي مساحتها صغيره مش كبيره. الطرقة وديكورات الأبواب حلوة قوي. طبعا الطرقة أخدة نفس شغل الريسبشن بنفس الألوان، دي الغرفة الأولى. هو عامل إضاءة كذا لون، بره فوشيا في أبيض وهنا أزرق وأبيض وفي أصفر كمان، على حسب ما انت بتختاري الإضاءة وألوان الليدات. ألوان الحوائط، الألوان دي تنفع لأوضة الولاد. ندخل على الأوضة التانية، بصوا برضو الدهانات قطيفة نص لميع. الأوضة دي ديكوراتها مختلفة شوية عن برا، دي الأوضة التالتة، بتبقى ريسبشن وثلاث أوض ومطبخ وحمام. اكتر اوضه عجبتني اول اوضه، الوان ديكوراتها حلوه قوي. متنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلوا الجرس.